منكفي مشاهدينا مشوار برنامج صباح اليوم لليوم الثلاثاء، وبنوصل مثل ما حكينا قبل شوي عن البريست كانسر وكيف انه لازم نعمل مش بس شهر اكتوبر، انا برايي كل سنه لازم نعمل الفحوصات الدوريه للوقايه من السرطان. رح نكفي الموضوع مع طريقه عيش، مع الغذاء، مع شو هي الاطعمه او شو هي الاشياء اللي بتخلينا نتوقع هيدا الموضوع ونقدر نساهم بانه نبعده عنا على قد ما بنقدر، مع كارلا ابو مراد اختصاصيه وباحثه بعلوم الغذاء والتغذيه. صباح الخير، كيفك؟ كيفك ماشي الحال؟ كارلا حبيب مراد. كارلا حبيب، انا اوقات كثير بخربت من عندي، بزيد بشيل احرف. كارلا حبيب مراد، اوكي مرحبا. صباح ما في مشكله، اهلا وسهلا فيك. ماشي الحال؟ اهلا اكيد. يعني عم نكفي هيدا الموضوع، اصلا كان الحكيم قبلك موجود وعم يحكي عنه. هل في عن جد اشياء بتساعدنا للوقايه من السرطان؟ هلا هو طبعا مشكله سرطان عامة وسرطان الثدي بالتحديد منا مشكلة لحالة، يعني في عدة عوامل بتأهل الواحد يكون أو سيدة تكون أكثر عندها خطر أنه تنصاب بهالمرض، بالجينات طبعا، إذا بعائلتها في عندها عالم كمان منصابين بهيدا المرض. بس ما بيمنع مثل ما قلت كمان مريات بالأول أنه مش بس بهيدا الشهر، ومش بس إذا نحن عنا أو لا خطر الإصابة بجيناتنا، بالمطلق خلينا نحن نتوقع كسيدات. ووقت نحكي بالغذاء أكيد في كتير أشياء بالغذاء وبنمط الحياة فرجت أنه نحن ممكن هالشي يعملنا وقاية بنسبة مرتفعة أوقات 20-30%. أوكي، يعني كله بيساعد، طريقة حياة بتساعد، غذاء بتساعد، وأطعمة بتساعد، يعني كلها لازم أنا برأيي نستفيد منها نستغلها. أول شيء وقت نحكي بتعرفي كتير عن مشكلة زيادة الوزن، وخاصة عند السيدات اللي بعد ما تقطعون العادة الشهرية، أكيد الواحد يفكر بوزنه لشكله، بس نحن هنا عم نحكي أهمية خسارة الوزن بهيد الفترة، لأنه تحديدا السيدات اللي هن بعد فترة المينوبوز إذا نصحوا كتير أو ما حافظوا على وزنهم، هون بصير في عندك مشكلة أنه أو بصير الخطر عندهم زائد بالنسبة للإصابة بسرطان الثدي. فكتير مهم أنه نحاول نخسر من وزننا قبل ما تقطعنا العادة الشهرية. أوكي. وكمان إذا طبعا في أوقات ما بيزبط معه أنه ما بيخسر وزنه أو بيزيد وزنه وقتها تقطعوا الدورة، ما حدا يقول لي أنه ما بخسر وزن خلص صار عمري 55 سنة. أوكي. لا، منضل نخسر من وزننا لو وصل عمرنا لل 75، ما نعتلهم بس نضل عم نحاول. والامور اللي كثير بتساعدنا نضبط وزننا ودائما ما بنفكر فيها هي الحركه، فكل ما تحركنا وتحركنا سبور عم نحكي، شو ما كان فينا نمشي كل يوم نص ساعه، اشياء بسيطه بحياتنا، نطلع ننزل الدرج، قد ما فينا نتحرك، قاعدين نرجع نوقف ونمشي، كل ساعه قاعدين فيها نوقف نمشي 5 دقائق، كل هدول الامور بتساعدنا انه نضبط وزننا. أوكي. واكيد في اصناف بالاطعمه هلا بنحكي فيها انا وياكي يلي هي ضروري ندخلها بغذائنا بشكل يومي. كمان قبل ما نحكي على الاصناف ضروري نفكر بالامور يلي لازم نتجنبها بحياتنا واللي هي احتساء الكحول، خاصة للسيدات اللي عندهم بالعائلة يعني أشخاص انصابوا بسرطان الثدي، قد ما فيهم يبتعدوا عن الكحول. وطبعا بيقولوا طب الأشخاص اللي قديش مسموح إذا أنا بشرب كحول ومصرة أنه أخذ كحول، ما لازم نتعدى يعني بالكتير كاس الجمعة، كاس واحد بدنا نقول مرتين أو ثلاثة بالأسبوع، وهيدا طبعا إذا فينا أقل بيكون أحسن. فإذا هيدا تنبلش بنمط حياة معين نقدر نتبعه وصولا هلأ للأطعمة اللي هي بتساعد بهيدا. صح، فهلأ هون اللي عم نركز عليه المشن كل الأورام السرطانية وسرطان الثدي بشكل خاص هي شيء بنسميه نحن فايتوكيميكلز، او هي مواد كيميائيه نباتيه موجوده بالاطعمه، ولحتى نعرف شو هي بنطلع على لون الاكل. أوكي. فكل ما كان الاكل ملون كل ما يعني بيحتوي على
فايتوكيميكلز اكثر. يعني اول شيء بشو بنفكر وقت نحكي اكل ملون؟ بنفكر بال بندوره، انا بفكر بالفاكهه والخضار. اول شيء احمر، يعني الصوره فليفلي ممكن يكون احمر، ممكن يكون اخضر، ممكن يكون اصفر برتقالي، ممكن يكون اللون البنفسجي. يعني عندك مثلا الارنبيط الابيض او البروكولي الاخضر، بس الباذنجان لانه اللون البنفسجي كثير بيحتوي على مواد مفيده جدا بنسميهم انثوساينس، هن بيساعدوا للوقايه من الاورام السرطانيه. أوكي. البندوره اكيد لانها حمراء، بس كل الوان الاحمر. واذا زدتي لهم اشياء، يعني اذا زدتي لهم توابل معينه، اهم شيء هلا هو الكركما او ما يعرف عنا الكركم او العقد الصفراء بالمطبخ اللبناني. فكل هالفايتوكيميكلز اذا زدتي لها الكركم، اذا زدتي لها القرفه مفعوله بيزيد اكثر. يعني احسن عم نقول انه اشياء منيحه لنا بيصير مفعوله مفيد اكثر او بيزيد بيتفاعل اكثر. ومثلا بالنسبه للبندوره وماده اللايكوبين اللي فيها، اذا مثلا حطيتي لها زيت زيتون جسمي كمان بيمتص احسن وبيصير مفعوله اكثر. فوقتا نحكي بهالاصناف كلها بنتذكر انه هي كلها موجوده بمطبخنا، مطبخنا اللبناني، مطبخنا الاوسطي. في كارلا بنسمع انه ما تاكلوا ني، كلوا مشوي، ما تقلوا سلقوا، يعني هيدا كمان بيلعب كمان بيأثر طبعا. مثلا كمان بنرجع على مادة اللايكوبين بالبندورة، إذا طبخناه يعني رب البندورة صلصة البندورة بقى بنستفيد منها أكثر. في أمور إيه إذا انطبخت أحسن، وفي أمور يمكن أحسن ناخذها نوعا ما نية. من هيك لازم نشكل بين الخضار يلي بناخذها نية والخضار اللي بناخذها مطبوخة. بالإضافة للألوان والفايتوكيميكلز عندنا الفايبرز أو الألياف الغذائية يلي طبعا موجودة وقتها نتناول الحبوب الكاملة. لهالسبب بنرجع بنقول انه ما تاكلوا خبز ابيض، خذوا الخبز المصنوع من الحب الكامله. صح، ممكن شوفين قمح، شوفين ممكن. أوكي. الشعير، البرغل، ناكل قد ما فينا برغل اكثر من ما ناكل الرز الابيض. البرغل الفريك رح يفيدونا اكثر من الرز الابيض، خلينا الرز الابيض نخفف من استهلاكه. وما ننسى البقوليات اللي يعني عدس، حمص، فاصوليا، بالاضافه للالياف اللي فيهم كمان فيهم فلافونويد خاصه بالحمص والعدس اللي بيساعدوا الست كثير لا تتوقع من سرطان الثدي. فهدول اذا فكرنا ندخلهم بشكل اسبوعي بدي اقول بغذائنا بشكل يومي بالنسبه للفواكه والخضار، نحن عم نعطي تشانسز او عم نعطي مثل ما بيقولوا لجسمنا الدعم اللي هو بحاجه له لحتى يتوقع من كل شيء حوالينا ممكن يخلي هالخلايا المنيحه بالجسم تتحول لخلايا خبيثه. طبعا بكل يلي قلتيه كارلا ما قربتي ولا على لحمه ولا على سمك ولا على دجاج، يعني كل شيء علاقه باللحومات حطيتيه على. واكيد واكيد ما حكيتي عن كل شيء معلبات، يعني صح. بعد بفتكر اسوء بكثير من انك تاكليها. هلا شوف اذا كانت خضار بقول مش مشكل، يعني المهم اذا نطلع انه يكون في بالماده الحافظه يكون في ملح، ما يكون في مواد ثانيه لا تحفظ المعلبات. ومش مشكل، انا بخاف من المعلبات اللي هي لحوم مصنعه. هيدا اللي انا عم بحكي فيه. فكل شيء لحوم مصنع بدنا نبتعد عنه، معلبات وغير معلبات، يعني جامبون قصص، كل انواع الجامبون، المرتادال، حتى الحبش بيقولوا طب ما الحبش احسن. ما هو الحبش كمان لحم مصنع نضاف له مواد حافظه لحتى نحفظه، ولا كيف بده ينحفظ؟ بيعفن بينتزع. فهيدول قد ما فينا نبتعد عنهم، بالإضافة للحم الحمراء. الدجاج كمان عم نخفف من استهلاكه. السمك الوحيد يلي كان مثل ما بيقولوا اخف شيء او ما في علاقه بين استهلاك السمك وزياده الاصابه بالسرطانات بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص. طيب اللحمه اذا انشوت او اذا عملت مثل ستيك او اذا عملت مثل
هلا نحن ما عم نقول لا ما عم نقول انه نوقف اكيد، بس انه في عندك اشخاص يعني ما تكون انه هي اساسيه كل الوقت كل الوقت. الاسبوع يعني 100%. يعني انا اذا قطعت لنقول طبخه فيها لحمه اكيد ما في مشكل، بس ما بيمنع عده مرات بالاسبوع مري اطباق من دون لحم او مري اطباق فيها سمك او مري اطباق بس بقول، يعني في اعمل انا فاصوليا رز وفاصوليا وما احط لها لحمه أكيد. لانه الفاصوليا اصلا هي فيها بروتين، فانا عم بحصل على بروتين البديل. اذا عم بعمل مجدره مدردره كمان هلا بقدر اعمل برغل ببندوره من دون شيء، اخذ معه كاسه لبن. أوكي. يعني هدول الامور اللي نحن نستسخف فيهم اذا بدك، او مش بالضروره نفكر فيهم كطبق اساسي باكلنا اليومي، نرجع نفكر فيهم اكثر. هلا في عندك مشكلة انه السيدات اللي عندهم شباب بالبيت اللي بيهمهم انه يكون في لحم ودجاج كل يوم، بعرف وما حدا ما عندنا وقت او كمان ما بمقدورنا نطبخ عدة طبخات، فهون بده يصير في مثل ما بيقولوا الاعتدال، او اذا بدك البالانس. اذا عملت برغل ببندورة والشباب عندي ما بدهم ياكلوا، معلش اذا شيء بنحط لهم على جنب، بنعمل لهم صدر دجاج او بركي بيعملوا بيض لحد البرغل. أنا قصدي كارلا، يعني نحن إذا فيما لو هيدي اللحمة ما أكلناها نية، لأن أنا بعرف أنه نية هي جدا مؤذية. هي النية مؤذية من ناحية سلامة الغذاء، نعم. بس إذا كانت نية أو مشوية بالنسبة لكترة اللحم وزيادة ما بيسوى بكل الأحوال. الحالتين يعني يفضل أنه نحن نعمل توازن بموضوع يعني خلال الطاولة خلال الأسبوع، شو عملنا نحن أكل وشو عطينا يعني لإلنا أو لعائلتنا أو للشباب أو للصبايا الموجودين، خلي يكون في عنا عدة يعني بدنا نقول تنوع. أوكي. يعني ننوع بمصادر البروتين خلال الأسبوع، يكون عنا بنفس الوقت بروتين نباتي، بروتين من السمك، وبروتين من البيض، وبروتين من اللحوم، وكمان في الناتس كارلا عادة أنت دغري بيكونوا موجودين دائما معك على طول. هل نيين أفضل من أكيد مشويين؟ أكيد نيين أفضل. أوكي. مشويين بيقطعوا، مهم ما يكونوا مقليين. أوكي. وهن الناتس لحالهم او كل شيء مكسرات طبيعيا مع ملح او بلا ملح، لانه عن جد في قصص كثير كمان افضل من دون ملح. أوكي. انه منا بحاجه لملح زياده باكلنا، كل شيء فيه ملح، فهل مكسرات اصلا فيها دهون عاليه، فانا بكفي اكلها، بتعطينا نسبه كمان منيحه من البروتين ومن الدهون الجيده، بس مش ضروري تضيف لها بعد دهون تانية. اذا بدي اشويها انا على الفرن بالفرن او بالمقلي، بشويها من دون دهون. طيب كارا، اليوم عم نحكي نحن عن الغذاء يلي هو بخلينا نتوقع من الوصول، ولكن الى اي مدى؟ قلتي انت لحد 30% بيقدر انه هو يساعد. في عندنا بعض الابحاث فرجت انه ممكن انت نمط حياتك من غذاء صحي، رياضه، ونمط حياه صحي من ناحيه انه عدم احتساء الكحول وعدم التدخين، ممكن نتوقع بنسبه 30%. صح، يعني كثير من الاورام السرطانيه وتحديدا سرطان الثدي مع الحفاظ على وزن مناسب. اوكي، وبكل الاعمار عم نحكي، يعني هيدي خلينا نعتمد انه نمط حياتي يكون معتمد بكل الاعمار بكل الفترات يلي عم نقطع فيها، مش انه نحس انه هلا بدنا هلا نخاف. صار بدنا نخاف. ايه عرفت، لانه في ناس بتوعى على 40 او على 50 انه لا نحن هلا شو بدي اعمل، بتصير ضاعت لانه كانت مثلا مش متبعه لايف ستايل معين. بس خلينا نقول انه هيدا من العشرينات ببلش هيدا النمط، طبعا مش ما له وقت معين حتى نضلنا نحن ماشيين فيه. ومثل ما قلتي كارلا، في اشخاص يمكن ما بتحب الرياضه، كتير مهم أي حركة مفيدة، مهم نضل قاعدين، هي القعود الجلوس هو سبب مشاكلنا كلنا، يعني مش بس بالنسبة للأورام السرطانية بس كل الأمراض المزمنة. فشو ما تحركنا مفيد، مش أنه أنا مثلا نظف البيت، عزل البيت، مسح الغبرة، كله مفيد، مهم ما ضلني قاعدة كل الوقت. هيدي النقطة السلبية خليني أقول، مش بس لنبعد عنا البرد، هي بس لنحن نحرك حالنا كمان نحس حالنا لكل المشاكل الصحية، شباب واسع للجميع بكل الأعمار، ما تخافوا عليهم يعني هجوم. شكرا كثير لك كارلا مراد، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وأهلا وسهلا فيك.